سحر. يوه، وشو العمل هلا؟ العمل انك تروحي على تربة باب الصغير وتدوري على القبر اللي قلت لك عليه، تحفري جنبه من ناحية القبلة بتلاقي السحر هنيك. ولي على قامتي بدي روح على التربة؟ والله ما بسترجي روح على التربة لحالي. معلش اخذ جوزي معي؟ ايه معلش معلش. ام صياح الله يخليكي، كشفي لزكية. زكية خليها ليوم التنين، انا ما بكشف الا خميس وتنين، واخي شمروخ عنده شوية شغل هلا مانو فاضي. ايه دستور من خاطره، ليوم التنين ليوم التنين على راحته. لا 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 ام صفوان، ما بدنا شيء منك، اعوذ بالله. لا بدنا بدنا. تسلمي تسلمي. والله اذا التقى السحر الكن علي حلوان مرتب، واذا الله يكرمنا وحبلة سلمى الكن عندي خارو. يلا يا بنات. يو مرت عمي طولي بالك، لسه جماعة ما ضيفونا. ايه بعتلي حمى، والله نسيت، لا تاخذوني. عدو شوي لساوي كاسة شاي ونشربها كلنا سوا. لا والله ما بتساوي شيء، بدك تتنطي يا في انت. قال مثل ما قال مثل يا محلى ضيف. لا تملي قومي. وهي صيغتك صارت عندي والوراق عندي، لك بس شو الفايدة إذا أنت كلك مالك عندي؟ وأنت يا وضاح أفندي قلنا لحالنا متى تبرتحنا منك؟ الله يجمعكم بنار جهنم يا حق. منيح اللي لقيتك هون. اهلين خير، شو في؟ فوت البيت وامشي معي. لوين؟ هلا بعدين بتعرف، فوت البيت. لا ما حذرتي، ما راح البس من غير ما اعرف لوين رايحين. يا بي بدي تاخذك على التربة. على التربة؟ لك ايه على التربة. فوت البيت. يا بي ليش خايف؟ ايه على التربة. ماني خايف، ما فوت. شي لقيش التربة؟ يا ربي والله حطيت مظبوط. لك وينه؟ حوله وين الكمال؟ لك وين بده يروح يعني؟ اجى جني واخده. لك وين الكمال؟ وين الكمال؟ وينه؟ ليش شو فيه الكمال حتى خايف عليك لهالقد؟ في طراب الصغن، انت شو دخلك بهالشغله؟ انا خبيت لك يا لما شفت فيه ذهب، خفت عليه وخبيته عندي. ومين ضرب على ايدك وقال لك تخبي؟ طلعتي منه شيء؟ لا ما طلعت منه شيء، بس يا عيب السوم عليك، بس معك كل هالمصاري وبتعمل حالك فقير وانجبوني وما معك النقله. لا ما معي النقله، لانه هدول اماني على طول عندي جماعه. يلا هاتي الذهبات للي. لا ما راح اعطيك اياهم، خليهم مخبيين عندي. شو؟ شو عم تقولي مخبيين عندك؟ اسمعي بلا، والله بحجب الله ما خليك. انت انا اسمعي لي، المال بيعادل الروح، وانا مستعد موت 100 بوزة ولا يروح مني ذهبه وحده. زلم لسوف اسمعي لي، انا لا لي سائل عنك ولا على اولاد بنتك ولا على اهل ضيعتك كلياتهم. لا وحياة عينك، انا باخذ حقي بنت راعي. بس قولك انا ست زلم قبل منك، خلعتهم عبرتهم وبرحمل ستي برهوب بلحقك فيهم، فهمان؟ شو؟ ست زلم؟ خنقتهم بايدي خنق. والسادس كان المختار ما لحق قبل تخلف كام يوم، مات عطاك عمره لحقك فيه. لا دخيلك يستر عرضي، والله انا مسكين وابن حلال ويتيم. امسي معي لسوف، تعال. على مهلك علي، تعال على مهلك علي. افتح الصندوق لسوف. ما افتحه. ولي شو ها؟ هدول اواعي زوزي الاولاني. يا ربي دخيلك، وهدول وهي اواعي زوزي الثاني. وها وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس.
أواعي المختال ما أعطوني إياهم يا حصرتي، بطاحتهم مع رفقاتهم. رفقاتهم؟ إيه، مالي فيهم نصيب. وهدول شو هدول؟ افتحها. هدول أواعي. يستر على عالتك يمي بين أواعي البيتي. لك شو هاد؟ منين لك اشتل هالتربة؟ شو عرفني؟ وينه؟ لك طلع على كل شاهدة. يا عم اطلع. هذا شو؟ ها؟ هاد هو. أكيد هذا هو؟ إيه؟ هاد هو. يلا حفير. يلا. هاتي هاتي شو؟ من ناحية القبلة. أيوه. القبلة القبلة من هون. وين صارت القبلة؟ هون هون عند راس الميت. يلا حفير لشوف. يلا. أكيد هون. لك إيه هي قالت لي من ناحية القبلة. هذا هو، هذا هو السحر. هات لشوف. ايه والله قلت لك المرة ما بتكذب. لك الله لا يوفق، لك الله يصطفل فيهم، الله يحرمهم من نظرهم وعافيتهم. لك حاج ادعي بقى حاج، حرام عليكي. مين بقى اللي حاطط لنا السحر؟ الله اعلم. شو عرفني؟ ايه بس انا عرفتها. عرفتيها؟ ايه. مين وهي؟ اختك موضاع، ما في غيرها. لك حاج بقى خلصت بقى تقولي اختي موضح، تركت لك الحاره كلها مشان تخلص من لسانك وما خلصت. لك حاجه بقى انت شاطر بس تدافئ. روح يا حاجه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتجبر. ايها الناس حيا على صلاه الاستغاثه، علقت الحرب بين رجالنا والفرنساوي. يا لطيف يا ستار، يا قوي على كل قوي. بالصلاة والدعاء. الله أكبر الله أكبر. يا لطيف الله يستر رجيب العوائب سليمة. الله توكلنا على الله. هيا يا رب الاستغاثة. يا ناس علقت الحرب بين رجالنا والفرنساوي، والتجئوا إلى الله. اختنا شوفي اليوم في قداس. ليش القداس مو يوم الاحد؟ مبلا يلا بسرعه. بس اليوم ابونا بده يساوي قداس ليطلب النصر من يسوع. نصر على مين؟ على الفرنسيين اللي بدهم يحتلوا بلادنا. هلا الحرب علقانه بيننا وبينهم. الله ينصرنا عليهم يا رب. اخت هنا في شيء اذا رحت معك على القداس؟ بالعكس، الاخوه والاباء رح ينبسطوا كثير. لك استنيني لحتى اجي معك. يلا عم بستناكي العذراء تحميكي. لك الله ينصرهم يرد لنا يا عم سالمين غانمين يا حبيبي. امين يا رب العالمين. عليا قولي لي خالتي وين اختك رويدا؟ رويدا؟ رويدة راحت لعند عمتها ام لطفي. ايه ان شاء الله بالهنا يا حبيبي. دريتوا انه سعاد خانه منخطبه؟ سعيد خطبني سعاد. ان شاء الله ان شاء الله الف مبروك يا حبيبي. مبروك سعاد خانه. الله يبارك فيكي. وانت كمان مبروك جوازتك من العقيد ابو فهد. الله يبارك فيكي يا رب. دخلي عريس سعاد من وين؟ من تركيا؟ لا من هون من الشام، بس من بكوات الشام. إيه إن شاء الله بالهنا. لك الله يهنيكم وعبال عند أولادكم جميعاً يا حق. آمين إن شاء الله. شلونك تقبليني؟ إذا حدا من النسوان سألك على رويدة قولي لهم إنه عندك بالبيت. إيه ماشي. السلام عليكم جميع. عليكم السلام. أهلين بنصبي. وين بدي أقعد؟ الله حيرتوني. أهلين أهلين. ان شاء الله بتضلي على طول شاله وما بتطفي.
أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. مباركة مملكة الآب والابن وروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. الله يكتر خيري ويجبر بخاطرك إلهي يا شيخة مصيعة. الله يسلمك يا رب ويديم أخي شمروخ فوق روسنا، والله أنا لولا ما بسوى شي. دستور من خاطره، الله لا يجعل كلامنا تقيل عليه. آمين. إيه وإمتى بتحبي يجيب لك الدجاجة السوداء وجوز الحمام؟ خليها ليوم التنين الجاي. وكرمال خالتك أم صفوان ما بيمشي الحال يوم السبت. تكرم عينك بيمشي الحال، بس بدك تديري بالك منيح، الدجاجة لازم تكون سوداء طلس، وجوز الحمام لازم يكون أبلق بحلسي. ها وين بيلتقوا هدو؟ والله مو شغلتي هاي يا أم صفوان، هاي شغلتكن انتو. شو عليه؟ بخلي أبو صفوان يدور عليهم وما يرجع ليأمنه. الله يكتر خيرك، يلا ادعينا. يلا يلا. خاطري مع السلامة. ادعينا. موفقة. مين هي؟ هي جارتنا أم صفوان، جاي مشان كنتها. وإن شاء الله مشي الحال؟ بيمشي الحال، عند أخي شمروخ ما في شي ما بيصير. خد تقبرني. شو هدو؟ مصاري. ما قلت لك أخي شمروخ صعلنا برزقة، نهر دهب رح يمشي علينا. إيه كتر خيرك يا شمروخ. لك إن شاء الله نعيما. هيك ها مو حلوة الوخامة. يا سلام. خير شو بديك؟ ليش جاي لهون؟ بدي تدبر لي جازة سودا وجوز حمام أبلق بحلسي. أبلق بحلسي؟ إيه. مشان شو؟ طالبتون الشيخة فردوس أم صياح، قال مشان تطالع السحر من على زكية. أيوة ليش بين ما إنه زكية مكتب لها؟ لكان تقبرني ولي على قلبي مكتب لها، مكتب لها مشان ما تتجوز. ايه خلص لكن بكره الصبح بروح على سوق الحمام وبجيب لك اياهم. دير بالك ها بكره، يعني بكره ها. قول ان شاء الله. يلا بخاطرك تقبرني. مع السلامة. يا حما والله الشيخ ام صياح ما على قليل بنوب. مرحبا ابو حميد. اهلين. شو صار الدواء الفهم اللي وصيتك عليه؟ لسه ما ساويته. لا يا ابو حميد، بكره بيخلص الدواء من عندي من البيت الله يوفقك. خلصنا بقى، خلصنا بقى يا ابو جبلي، شبك متنا اليوم رح ساوي لك يا. بس انا عملت لك صيت انك حكيم وبتساوي دواء للفهم والنسيان. وهدول الجماعه اللي واقفين قدام دكانتي كلهم بدهم دواء من عندك للفهم. ناديلهم ناديلهم. قربوا يا جماعه قربوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حلمة؟ شو في؟ دخيلك يا حكيم، الولد صار له 3 سنين عم نعلمه القراية والكتابة ولهلأ ما عرف يفك الحرف. أيوة. رجعوا يا بي، رجعوا الشباب يا بي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. الله يسلمك. على السلامة يا عكيم. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. شو عكيم؟ وين بقيت الشباب؟ ليكم جايين ورانا. ليش هيك صار معكم؟ هذا قدر الله. لا اله الا الله. بس مثل ما قال يوسف بيك، لازم الفرنساوي يعرف انه في بالشام رجال يفدوها بدمهم الارواح.
الله يرحمك يا ابو ليلى ويجعل مسواك جميل. يوسف بيك استشهد؟ ايه نعم، ومو بس هو، راح لنا رجال كثير. لا اله الا الله. الله يرحم. لك نيال على الشهاده، ونيال الشام على رجال مثله. لك كان يهجم على الموت مثل النمر. الله اكبر. شباب الحاره ان شاء الله ما صار لهم شيء. لا كلهم بخير. بس شو احكي عبيد. شيخ جوهر استشهد. رحمة الله عليه. يوسف زعيقة الموت طلب الشهادة ونالها. وين دفنتوه عبيد؟ جبناه معنا. هلا شباب بيوصلوا بالمرحوم معه. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم بعمل أهل النار ويبقى بينه وبينها ذراع، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الله يغفر له ويرحمه يا رب. آمين. وصلوا الشباب. يا بي ليش عم تبكي؟ يوسف بيك استشهد يعني. الله يرحمه. والفرنساوي فات على الشام. بيطلعوا يا بي بيطلعوا، طالما في رجال مثل حكايتكم وفي نسوان عم تخلف. روح طمن الوالدة. روح يا بي روح. لا يا بي مالي رايح لحتى ندفن الشيخ جوهر. رحمة الله عليه. عمي أبو رضا كان معكم شيء؟ ايه والله شفناه هنيك، بس بعدين فقدناه وما عاد عرفنا وين أراضيه. بس ما يكون صار له شيء، علمه عند رب العالمين. وش كان من أهل الشهادة فهنيئا له، وش كان من الأحياء الله يرجعه بالسلامة. آمين يا رب العالمين. يلا يا جماعة أجروا، خلينا نفوت المرحوم على الجامع ونصلي عليه ونواريه ترابه. واني ادراو وانا مالي حيل اتحلك والله. قوم افتح تقبل قلبي. اقول لك ما يدرى شو بلا، قوم افتحي انت. الله خليكي يا مخلي. الله يوفقك ابو حميد. شو رايك تاخذ بلغوتين وتفتح عني؟ الله يوفقك. بلغوتين؟ ايه. اذا فيهم بلغوتين ليش لحتى ما اقوم؟ ايه روح روح. قولي حميد. لك شو بكون؟ لك شو بكون؟ صرعتونا أروتونا. لك شو بكون؟ جاينا بالشحادة وبنتها لسه الشمس ما طلعت. يخرب بيتكم نزعتولي مرائي. الجماعة جايين بالدز. لك شو بكون؟ ليش عم تضحكوا؟ في شي ضحي؟ لك أبو حميد؟ لك لابس الباس مخدون؟ شو؟ الله لا يوفقك يا أبو خدون. فضحتيني نشرتي عمدي على بيرك. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك يا أبو خدون. فضحتيني. الله يفضحك. مو على عيني لك مو على راسي. والله لطعميكم زبل كلياتكم يا أهل الضيعة. الله لا يوفقك. الله لا يأشعر خير. لك نشرتي عمدي على بيرك. فضحتيني. لك صوفي صوفي عم تسبسب بالصباح. صوفي. لك ليش لابس الباسي؟ ليه وحدتك تكون ابسي؟ ما بتضحكي. لا خربطنا عمي. خربطنا. فضحتينا. يخرب بيتك. فضحتينا.
يا بيت اهلا وسهلا بابو جدعان. حي الله بالقامي الله يسلم الدين. شرف. شو ليش لابس هيك؟ هذا اللي بتضيعه اخي. ايه بعرف، قصدي وين البدله العسكريه؟ لا عوفت، البدله العسكريه خلص ما عاد في. ليش وسطك؟ انا قصدي ما بخدمش الفرنساوي، اللي بيخدم الفرنساوي خاين يا ابو فهد. ايه والله معك حق. وانا لسه جاي ودعك، بدي اطلع الضيعة على الديار اشتاقت لاهلها. تودعني؟ طيب ما تضل عنا هون بالحارة. هي انور رح يضل هون، وانت كمان منحطك بعيوننا. قول وفعل يا ابو فهد، بس والله الحقيقة بدي اطلع الضيعة. والله رح نشتاق لك يا طيب. ونحن رح نشتاق لكم، وان شاء الله بين كل مد ومدي بجيب زوركم. خدي حطيهم بالخرج. لا تطولوا بقى شبابكم، بالدور كلكم لا تاخذوا دواء وتصيروا تفهموا وتتذكروا. خذ اعطيهم لجدتك هدول، بس دير بالك اوعى يقرطوا الحبات ارض، لانه مريم مثل العلقم، بتخليه يبلع بلع وبتصعي وراها كاسه مي. عرفت؟ ايدك على العمله. يا راسي يا ابو حميد كتر خيرك كتر خيرك. خدي حطيهم بالخرج. قلتي يا حرمه وين دواء؟ يلا خدي خدي حطي بالخرج. قال لي يا بي ابو رضا يا بي وينو؟ اجا اجا لكم يا ابو رضا. ابو رضا على السلامه. على سلامتك. يا شباب اجا ابو رضا مزيتي. عبد الله على السلامه يا عمي ابو رضا. سلام عبد الله على السلامه يا ابو رضا. صباح الله يسلمك. خير شو بقى ايدك؟ صوبت فشكه. لا 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 ان شاء الله الجرح مو كبير. الجرح كبير كبير كتير، أكبر مني ومنكر. البلد راحت يا رجل، البلد راحت. لا يا أبو رضا لا، البلد ما بتروح طول ما فيها رجال مثل هكاي. الله يعزك يا حبيب، الله يعزك. يلا يلا عليه ابو صياح تفضل. اكيد عم يقولوا انه الفرنساوي فتح القلعه وطلع محبيس. شو هالحكي؟ اي والله عمي ابو زهر هو اللي عندي. ابو عجاج عليه يا سيدي. ابو عجاج الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أهلين صلى الله عليه. الله يسلمكم يا عم. الله سلامة يا بعجاب. أهلين تيسير. شلون طلعت من الحبس؟ الفرنساوي فتح القلعة وطالع كل المحبيس وأنا طلعت مع هالناس. الحمد لله على السلامة يا عم. أهلين رجلي. أهلين الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمي أبو زيد. تفضل لي عندي جوع القهوة. تفضل يلا بعجاج. تفضل تفضل. نورت الحارة بعجاج. صفوان ابن عمك رجدي طلع من الحبس. ايه سمعتهم يا ابي سمعتهم. يا خلينا نروح نسلم عليه. يلا يا ابي يلا سبيني انا بضمضم شوي وبنحاك. لك خف رجلك وروح معي مو حلو قدام اهل الحاره. لك يا ابي رجدي ابن عمي انا بروح المسويه بسلم عليه لحالي خلصنا. يخرب بيته. لك هذا قاتل قتيل شلون طلعوه؟ شو هاد يا رجل؟ والله يرضى عليك، والله بتخجلوني، طمرتوني بفضلكم يا جماعه. لا يا عم ابو رضا، انت بمقام الوالد الله يرحمه. تعيش وتترحم رحمه الله عليه. على كل حال عمي، مين خلف ما مات. تسلم يا عمي ابو رضا، بعدين نسيت انك انت بطل ورفعت رايه الحاره كلها، علي ما علي كل اهل الحاره بيتمنوا يقدموا لك خدمه. اخ اخ شو بطل وما بطل؟ والله والله كان أهول علي يموت ألف موتي ولا أشوف الفرنساوي عم يسرح ويمرح بأرض الشام. تفرج عمي أبرضة تفرج. يلا مد إيدك مد إيدك عمي أبرضة. هاي مشاهر عملت لك ديك على كيف كيفك. مد إيدك. الله يستر عليها وبت بعمرها. كل عمرها صاحبة واجب وأخت رجال. إي والله هاي الزبدية بدك تاكلها كلها. والله يا عمي
والله يا عمي مالي نفس، بس كرمال خاطرك اشربي شوية مرقة، شوية مرقة بس. لك شو مرقة ما مرقة؟ بدك تاكل لحم مشان تعوض الدم اللي نزلت من ايديك؟ يا معلم عمر الله يرضى عليك. لا ممكن، بدك تاكل يعني بدك تاكل، أحسن ما نادي لك أخي شاير. ها؟ لا دخيلك لا تنادي له، خلص باكل باكل أمري لله. يا مو تقبريني كمان شوي. مسكي عمتي لأفتح الباب. يلا. ام عبدة كرمالي الله يوفقك. تبعتين تقبريني. مالي نفس، مالي. نقطتين بس الله يوفقك. رشدي اهلي لك محجوب. الحمد لله على سلامتك. يسلمك ابو محجوب. طمني عنك. الحمد لله. شوين رويدا؟ روحي اختي ناديلا. قلت لك ناديلا رويدا. شو بكون؟ رويدا فيها شيء؟ ضعفانة ما هيك؟ ولا في شيء تاني؟ رويدا! رويدا! رويدا ما لها هون يا عمتي؟ ما لها هون؟ لكن وينها؟ ردوا علي عم قلكم وينها؟ رشدي رويدا هربت من البيت. شو؟ مثل ما سمعت رويدا هربت من البيت. لوين هربت؟ وليش لحتى تهرب؟ يا عمك شو بك يا مو؟ شو بك سلامتك يا مو؟ ما في شيء يا مو، ما في شيء عم يجعني بطني والله شوي. سلامك بطنك يا مو. ايه وين راح يا مو خير؟ والله أخذ الدجاجة والحمامات الشيخة أم صياح. ايوه تعال تعال نسوي لك شوية كمون. بابونش يا مو بابونش. تعال كمون أحسن. والله أبي قال لي بابونش يا مو. لك بوك شو فهموا هالشغلة؟ يا زكية. ايه يا مو. تعي ساوي لأخوك شوية كمون. يلا جاي يا مو. يا مو رجلي طلع من الحبس. هي الله لا يوفقه. شو طلعوا من الحبس؟ مو على بينا بده يقعد 10-15 سنة. هذا الفرنساوي يا مو فتح القلعه وطلع كل المحابيس. الله لا يكتر خيرهم. وهلا اشكال رجلي دري انه رويدا اخته هربت بسببي. الله يعلم شو بده يساوي. شو بده يساوي يعني؟ اي والله والله اذا بيفتح تمه. روحي يا مو روحي تيسري على شغلك انت بس لا تعوقي. لا ما راح اتعوق يا مو. يلا بخاطرك. الله معي. وين الكمون؟ يلا اخيرا. يلا على السريع. انت السبب. لك اخي انا شو دخلني؟ شو دخلني؟ هي اختك. لك شو هي مو هي؟ لك انت ما بتعرف انه هي ما بتطيع لهذا الحمار من يوم ما الله خلقها. لا تقول عن اخي حمار وعرف حالك شو عم تحكي. لك حمار وستين حمار ولا برجيك شو رح ساوي بهالكلب الواطي. وفيها فوتي على اوضتك ولا تتدخلي. ايه عمتي مشان الله فوتي بقى على اوضتي. رشدي مشان الله دخيلك على حليله. ان شاء الله صحة تقبرني. هاتي لشوف. يخرب بيتك من حالك. لك شو حاطه بقلبك؟ والله كمو. لك هذا فلفل يا بهيمه. سكي سكي روحي من خلقتي. شوفي مين يلا على السريع. لا تفتحي لا تقليلي. ها مين؟ انا رجلي افتحي. وينه صفوان؟ صفوان؟ تذكرت تذكرت صفوان. مالهم مالهم؟ قال مثل ما قال المثل بس عملته ودفته بقى المطعش. لك رشدي يا ابي عمي يا
حالك نايم يا واطي. استغفر الله العظيم. يا الله، ما بيخلي الواحد يعرف ينام بهالبيت. لوين بده يروح؟ لوين بده يروح؟ وين ما راح وين ما اجى مرجوع لهون. هيا. ايه شو رايك بكاسة شاي ابن عمي؟ شرف عقيل شرف. يلا 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 شرف. زكية فوتي لجوا فوتي. شرف عقيل تفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عقيل. شو وينه صفوان؟ ماله؟ أبو صفوان كمان ماله؟ أعطيني الشبكة. أنت شلون بتفوت على بيت ما فيه غير الحريم؟ لأنه واطي. وين كنت بتخبي ولا؟ أنا ما كنت بتخبي. بعدين لا تقولوا لا. كنت عم بدور على حبة لحتى نبطح فيها. أخي يا واطي. أبو حجاج. خلصنا بقى، خلصنا صفوان، صور الشر وطلع لفوق. ماني طالع. مانا طالع؟ مانا عكيد. بس كرمالك كرمال أب محجوب. فوت انطبي ولا ايه؟ فوت انطبي. يخرب بيتك من حالك اذا بتفهمي انت. والله ما بتفهمي. ارجع ارجع ارجع. شرف 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 عقيل. يعني بفهم من كلامك انه الحرمه بريئه ومظلومه؟ ايه والله يا ابونا، هي هيك حكت لي قصتها. انت متاكده انه كلامها صحيح؟ انا اللي شايفته انه الاخت عليا انسانه مؤمنه وصادقه. طيب حاولي تعرفي لي هي من اي حاره وشو اسم اخوها، بلكي بنبعت وجهها يافي عنها وسامحها. مستحيل يا ابونا، حاولت معها كثير وما قبلت. هي مبسوطه عنا؟ ايه مبسوطه كثير. هي ما بدها من هالدنيا غير مكان تحس فيه بالامان وتعبد فيه ربها براحتها. رح صلي للرب يسوع يحل مشكلتها ويساعدها. امين. مري لعندي على المكتب مشان تاخذي لها المصلاية. شكر لك يا ابونا، والاخت عليا بتشكرك كثير على اهتمامك فيها. الشكر لله. انت شهم وابو ضاي ومعك حق تزعل، بس مالك حق بنوب هالفوته اللي فتت على بيت عمك. واختي عقيد، اختي اللي ضاعت والله اعلم الناس شو عم تحكي عليها. ما حدا درب القصه غير اهلك وبيت عمك، واللي بده يجيب معدل اختك بكلمه اتركه علي. انا بسحب لسانه من حلو، واختك رح ندور عليها ونلاقيها. مرت عمي عقيد لحالها بتكفي وبتوفي، ذاتا هي اللي رح تفضحنا بالحاره. ما بتسترجي، بس انا بدي منك تتوعى منيح وتضل ابو ضاي ومعدل، هالشي اللي ساويته ما ينعاد مره ثانيه. انا تربيتك عقيد. كفو. انت تربيت المرحوم ابو عبدو يلي كل الناس بتحلف براسه، ومن بعده ابو الضاح الله يذكره بالخير، شيخ الابضايات بالحاره كلها. عقيد، تعرف مين طفش عمي ابو الضاح من الحاره؟ مين؟ صفوان. شو هالحكي؟ اي نعم، صفوان طالع إشاعة على وضاح إنه خاين وبيستاهل الإعدام. صفوان! إي نعم، وصفوان ضربوا لعمي أبو وضاح مرتين. لك شو عم تحكي أنت؟ إي ضربوا. لك وليش ما قلت لي من ساعتها؟ أبو عمي أبو وضاح أمن علي إني ما أجيب سيرة لحدا، ما كان بده إياك تعرف باللي صار. وليش ما بده إياني أعرف؟ كرامة لعمتي أم وضاح، شنو مثل ما بتعرف صفوان بيكون ابن أخوها، وما بده إياك تضربه وتهين كرامته قدام الناس. وابو وضاح شلون ما صار رقبته؟ عمي ابو وضاح بعد ما اجاه خبر المرحوم وضاح انهد حيله، وبعد ما صفوان طالع اشاعه عن وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام انهد حيله بزياده، وكره الدنيا كلياتها واسودت بعيونه. يا باطل يا باطل، يا ويلك مني يا صفوان الكلب. صغيره عقيد، وحياتك صغيره، اتركه علي. لا هذا حسابه عندي انا، لازم كل الناس تعرف اللي بتجرأ على ابو وضاح ما بيعيش ولا تكي. عقيد، مشان اختي انا لازم اروح ادور عليها، بس ماني عرفان وين بدي بلش. انت لا تاكل هم، ما عليك، انا عم ببعث مين يدور عليها، بس بدي منك هالكم يوم ما تظهر بالحاره وتدير بالك منيح. ليش عقيد؟
مشان أهله المرحوم عرفان، ما بده يعون يترصدوا لها، واللي ما بيحسب حساب الرجال ما له رجال. فشلوا. هلا أنت عميل مثل ما عم بقول لك، وما تطلع من البيت إلا أنت ومسلح وعيونك عشرة عشرة. وإن شاء الله بهالكم يوم بروح أنا والأعضاوات لعند أهله المرحوم ومنجز نبضهم. إذا كانوا ميالين للصلحة ندفع حدية ونخلص بها. ما من أخي يفوت لهون على بيتي بغيابي؟ إيه والله والله العم صار عبده. لك لو ابن أخوك عامل لك قدر قيمة كان راح لعندك على الدكان، مو جا لهون. شو مفكر حاله؟ فايت على بيت أرملة ولا بايكة؟ بعدين نحن شو دخلنا إذا هربت أخته من البيت؟ شو دخلنا؟ يروح يدور عليها وين راحت ومع مين فلتانة؟ إيه أنا بدي واقف عند حده. يوصم الله عليك. إيه بكرة رح أفرجيك شو رح تسوي فيه. شو رح تسوي؟ وليش بكرة مو هلا؟ لأنه العقيد أبو فهد أخذه لعنده على البيت مشان بهدله. شلو؟ راح مع العقيد أبو فهد على البيت؟ إيه العقيد أبو فهد ما بيرضى عالشي اللي سوا، ما بيرضى منه. ما هو العقيد أنجس منه؟ شو فكر كتير بحبنا؟ أنا مستراح. ولي معناتها هلا رح يحكي له عن كل شي صار بيني وبين أبو الطاح. مش كان رشدي هلا حكى له لشاهير إني ضربته لأبو الطاح وإني قلت عن أبو الطاح إنه خاين؟ لا ما والله بيطير أعلى من رأسه، وخصوصي إيش كان قال له إنه رويدة هربت بسببي وإنه وافقت تتجوزني بشرط. هذا مصري بعته العقيد أبو فهد بده صفوان يروح لعنده. شو بده بصفوان؟ ما بعرف، يمكن بده صفوان يروح لعنده مشان رشدي يبوس راسه لصفوان ويعتذر منه. يا حبيبي علي بوس راسي قال يا الله يستر معي ايمو، والله مالي غير سالم بيك. ايه ما قلت لي شو هو العقيد؟ العقيد يا بيك حاطط دابه من دابي وعم يبوز براسه لابن عمي بده يعلقني انا وياه. حتى انه هداك اليوم يا بيك ابن عمي فات على بيتنا بغيابنا، شاف سلمى وهي بالتخت يا بيك. اوف، وليش فات على بيتكم هيك فوتي؟ شو بيعرفني يا بيك؟ والله ما بعرف، قال اخته هربانه عم يدور عليها واجا يشوفها عنا. بسيطه، هلا انا مالي فاضي، بس ارجع من بيروت ببقى بتفضلك وبحل لك المشكله. انا بعرضك يا بيك، والله مالي غيرك، من هون لترجع بيكونوا خلصوا علي. صفوان! صفوان! ليه العقيد؟ وين ابنها؟ مين صفوان؟ ايش عندك غيره؟ قال لعلمي راح لعندها. راح لعندي ما؟ لك مو عيب عليك، انت زلمه طول وعرض وشوارب، تخلي ابنك يهينه لابو الطاح ويقول عن وطاح خاين؟ يا لطيف، شو الحكي يا باطي؟ طول بالك عقيد، طول بالك. والله صفوان ما هانه. لك شلون ما هانه؟ ابنك يا كبير هو اللي طفش ابو الطاح من الحاره، وابو الطاح حط على الجرح ملح وسكر كرمالكم يا بيت الويلاتي. لا 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 يا عم شو عليه، يا عم شو عليه، لعنة الله عليه زلمة دون. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، القصة مو هيك. شو صارت القصة؟ هات لنشوف. معلش عقيد بعد إذنك، أبو الطاح بيكون صهري وابني صفوان مثل ابنه، يعني ما تواخذني بهالكلمة، يعني هي أمور عائلية بيناتنا. لا سيدي مو عائلية، أبو الطاح أبونا كلنا، والطاح الله يرحمه بيكون أخونا، واللي بده يجيبه معدله لازم يتحاسب. اي والله يا ابو صفوان، ابنك ما له حق بنوب. بتفهمه لابنك، بتقول له انه شاهر عياش ما له تركك. اي والله بيستاهل. سيدي يلا لا يقيمه. يا باطل. هيك نتيجة الترباية، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. ونحن عم نقول لحالنا ليش ابو وضاح ترك الحارة؟ شبههم أهل الحارة، ليش حاطين دابهم من داب ابني؟ شو عامل له؟ من غيرتهم، من غيرتهم أكيد. ولي على عيونهم إلهي. ها؟ إيش صفوان؟ قال مثل ما قال المتر، اسكوري ديب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا أخي
قومي ولي، قومي ضب اغراضك، قومي بدنا نمشي يلا. ليش بدها تضب اغراضك بنين؟ خلصت منها امي؟ لا يا مولا، بس سالم بيك سافر وامن فيني بالبيت لبين ما يرجع، بقى بدي روح انا وسلمى هلا نقعد هنيك. هيك احسن يا بي، هيك احسن. ليش يا بي؟ انه العقيد ابو فهد قالب عليك الحاره من هو الشر.